بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وعدنا حضراتكم في اول مايو ان شاء الله هنعلن طرق تسليم المشروعات سواء الكترونيا او ورقيا. والنهارده نحب نعرف حضراتكم بهذه الموضوعات. احنا بس قبل ما نكمل شرح عاوزين نتاكد ان احنا متفقين ان المشروعات كانت للصف الثالث الابتدائي للصف الثالث الاعدادي وفي بعض الاحوال لاولى وثانيه ثانوي من ابنائنا في الخارج او في المنازل والخدمات. لما نيجي نكتب اسماء الملفات هيطلب مننا تحديد العام الدراسي، فده نموذج لهذه المسميات. لو احنا في اي سنه ما بين الصف الثالث اللي هو نمره 3 هنا او الثالث الاعدادي اللي هو الصف التاسع بنكتب جي يعني جريد وجنبها رقم الصف الدراسي. احنا لو في ثالثه ابتدائي يبقى جي 3، لو في سته ابتدائي هيبقى جي 6، في الثانيه اعدادي يبقى جي 8 اوكي، او اولى اعدادي اللي هي الصف السابع جي 7 وهكذا. ده بس عشان نتفق على تسميه الملفات لاحقا. احنا في طريقتين لتسليم المشروعات، يا اما الكترونيا يا اما ورقيا. هبتدي مع حضراتكم بطرق تسليم المشروعات الكترونيا. احنا بنفضل ان الناس تقدم المشروعات تعملها وتسلمها الكترونيا لاسباب كثيره، من ضمنها التصحيح بعد ذلك وفرزها والحفاظ على سريتها واشياء كثيره اخرى. ولكن في المرحله دي احنا سايبين الفرصه الناس تعملها يا كده يا كده. لو احنا عملنا المشروع رقميا في صوره وورد او اي شيء اخر، لازم الاول نحفظ الملف في صوره PDF. دي اول خطوه زي ما حضراتكم شايفين هنا. وبعدين لازم نسميه بشكل معين، هنسميه بشكل بسيط اللي هو الرقم التعريفي بتاع احد الطلبه اللي عملوا المشروع، مش كل الطلبه. لو انا واحد يبقى ده رقم تعريفي بتاعي، لو انا اكتر من واحد في المجموعه بنختار واحد بس هو اللي هيسلم بالنيابه عن المجموعه، يحط رقمه التعريفي هنا وراه الصف الدراسي زي ما اتفقنا قبل كده. لو ده تالتة ابتدائي هيبقى جي 3، لو كنت انا في اولى اعدادي هيبقى ده جي 7 وقبله الرقم التعريفي بتاعي. دي اول حاجه. بعد كده حضرنا الملف في صوره PDF وسميناه بالاسم الصح، نخش على منصه ادمودو باي فصل دراسي انا منضم ليه، هلاقي حاجه جديده طلعت لي ايقونه اسمها المشروع البحثي لعام 19-20، هشوفها داخل الفصل بتاعي. اما اشوف دي هضغط على هذه الايقونه هتتفتح لي نافذه رفع المشروع اللي حضراتكم شايفينها هنا. هنا برفع ملف البي دي اف اللي انا حضرته قبل كده بعد ما اتاكد ان سميته صح، واكتب نقطه مهمه. لو انا معايا ناس غيري في المجموعه اكتب الاكواد او الارقام التعريفيه الخاصه بجميع الطلبه المشاركين في خانه التفاصيل جوه النافذه دي، واضغط على زر التسليم. فالمساله بسيطه جدا، يعني انا بحضر اسم الفايل بطريقه معينه، بكتبه بسميه بشكل معين، بحطه في بي دي اف، بدخل على حسابي في المشروع البحثي اللي هو واضح جدا، ارفع الملف، اكتب اكواد زملائي ان كان في زملاء، وادوس التسليم النهائي. كده الملف يبقى تسلم للوزاره. هذه المنصه اللي حضراتكم شايفينها هتكون متاحه لحضراتكم اسبوع من النهارده يوم 9 مايو، وتظل مفتوحه نسلم عليها المشاريع لمده اسبوع اخر لحد 16 مايو. فاذا احنا عندنا اسبوع من النهارده للسبت الجاي نحضر فيه ملفاتنا، نخلص فيه المشروع، نراجعه، نسمي الملف. يوم 9 مايو اللي هو السبت القادم حضراتكم تقدروا تخشوا في اي يوم، يعني مش لازم يوم 9، بين 9 و16، مش لازم كلنا نهجم عليه في وقت واحد، يعني ممكن اقدمه يوم 10 يوم 11 مش مشكلة خالص، المهم هيوصلنا بهذا الشكل. طب لو انا عملته ورقيا، لو انا عملت المشروع رقميا وده ينطبق على ناس ما عرفتش تعمله الكترونيا او طلاب منازل او خدمات او دمج او طلاب مصريين في الخارج، بعد تجهيزه رقميا هنحطه في ظرف مغلق. اهم حاجة نكتب على الظرف من بره الارقام التعريفية والصف الدراسي، ولو انا بنتمي لفئه خاصه زي انا اولى وثانيه ثانوي مثلا منازل او ابناء انا في الخارج او دمج او كده بكتب ده هنا. فالظرف عليه الارقام التعريفيه للمجموعه مش اسامي الطلاب، الصف الدراسي ولو انا بنتمي لفئه من الفئات. هنقدم الظرف ده للمدرسه، الادارات عندها تعليمات تستقبله ازاي، نقدمه للمدرسه برضو في نفس الاسبوع اللي هو من 9 مايو ل 16 مايو، واحنا عاملين اسبوع عشان لا نتزاحم على المدارس وعندنا اليوم كله اوقات مختلفه، فنحاول نوزع نفسنا
بحيث نحافظ على صحة الولاد او اولياء الامور اللي رايحين والمعلمين في المدارس والاداريين اللي بيستقبلوا. ولازم طبعا لما نروح المدارس نكون لابسين